بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العظيمة، ذكرى ولادة سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. متواصلين معكم من خلال هذه الشاشة المعطاء، وهذا البرنامج المبارك، برنامج توضيح المسائل، وضيفنا الكريم سماحة السيد مناف الجزائري. حياكم الله سماحة السيد. الله يحييكم ويحفظكم إن شاء الله، أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق كريم أهل البيت سلام الله الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أن يجعل أيامنا فرحا وسرورا إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله فيكم. طبعا المتواصلين والأسئلة المتعلقة بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، أحد الأسئلة اللي موجودة عندنا سماحة السيد، أحد السائلين يقول: هل يجوز وضع الزيوت والحنة اللي هي الحناء على الشعر للصائم أو الصائمة؟ بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا تسمح لي سماحة أستاذ حسين الأميري، الله يوفقكم إن شاء الله ويوفق جميع الكادر المحترم لهذه القناة المباركة باسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان بودي بأنه من هذه الشاشة المباركة ومن هذه القناة باسم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أن نرسل باقات معطرة من الورود إلى ساحة مولانا وولي أمرنا المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بمناسبة ولادة عمه الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا نهنئ ونبارك جميع المؤمنين والمؤمنات بهذه المناسبة العظيمة حقيقة، اللي بثت ونشرت السرور على قلب النبي صلى الله عليه وآله، صلى الله لأنه عليه وآله. كما تفضلتم، أول مولود لأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء، والصبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله، فتنورت المدينة بولادته. يا حبذا إذا تسمح لي كم دقيقة نتكلم عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة. قال النبي صلى الله عليه وآله في حق الإمام الحسن عليه السلام: لو كان الفضل شخصا لكان الحسن. ما شاء الله. فالحسن عليه السلام كله فضائل بأبيه هو وأمي، ويكفيه من الفضل بأنه من الذين شملتهم آية التطهير. جميل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن الذين عمتهم أو شملتهم آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وآيات أخر وردت في حق أهل البيت عليهم السلام، ومن ضمنهم الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه. وكان النبي صلى الله عليه وآله بشدة بأعلى درجة من السرور والفرح بيوم ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فدخل إلى دار علي وفاطمة وقال: ائتوني بابني، وفي رواية ائتوني بولدي.
وكان يؤكد على هذه الكلمة لأنه كان يعلم ممن يأتي من بعده من الأقوام ومن الأشخاص المبغضين لعلي وأولاد علي، فينكرون بنوة الحسن والحسين لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يؤكد على هذه الكلمة. ومن باب أنه حتى نبين بشكل مبسط أنه القرآن الكريم أشار إلى قضية البنوة ليس فقط أن تكون فقط من الرجل، ينتسب الابن إلى مثلا جده عن طريق أبيه فقط، لا أيضا عن طريق أمه. والدليل على ذلك قضية يحيى ابن يعمر عندما حبسه الحجاج بتهمة أنه يقول ببنوة الحسن والحسين لرسول الله صلى الله عليه وآله. فيوم عيد الأضحى حسب الظاهر كان يوم عيد، دخل عليه شخص فقال ما هو المستحب في مثل هذا اليوم؟ قال الأضحية. قال كيف بك لضحينا بشخص يقول ببنوة الحسن والحسين إلى رسول الله؟ فاستغرب ذلك الشخص فأرسل عليه فجاءوا به. يحيى بن يعمر كان من العلماء ومن الفقهاء ومن خلص شيعة أهل البيت عليهم السلام في زمن الحجاج، فكان قد حبسه بالسجن. فعندما جاءوا به، جاءوا بيحيى بن يعمر إلى الحجاج وقال له هل أنت على ضلالك القديم؟ قال ما كان ضلال، بل أن القرآن الكريم هو الذي يثبت هذه القضية بأن الحسن والحسين ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليهما. فقال له ائتني بآية من القرآن تثبت ذلك وإلا أخذت رأسك الآن. احتاج آية. نعم. شوف القرآن الكريم، الإنسان عندما يحفظ القرآن يأنس مع القرآن ينجيه عند الشدائد. أحسنت. في مثل هذه القضية. فقال له ائتني بآية، وإياك أن تأتني بآية المباهلة. غير آية المباهلة. حجاج معلم قرآن سابقا. أحسنت. يعرف. فذكر له الآية التي تشير إلى قضية نوح عليه السلام ومن ذريته إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف إلى أن يتسلسل إلى أن تصل الآية إلى قضية وعيسى بن مريم. فيحيى ابن يعمر عمدا ما ذكر عيسى ابن مريم بالآية، ما ذكر عيسى ابن مريم. نعم. الحجاج نبهه، قال له لقد نسيت عيسى ابن مريم. قال له ما نسيته، أنا ما نسيته عمدا، أنا ما ذكرت، أريدك أنت الذكرى، خاف أنا أجيبه وأنت ما. فقال له زين عيسى ابن مريم كيف كان من ذرية نوح؟ عن طريق من؟ قال ويحك عن طريق أمه، عن طريق أمه. أولا عيسى ما عنده أب. نعم. فشلون القرآن الكريم يقول ومن ذرية نوح عيسى ابن مريم؟ قال له عن طريق أمه. قال له عيسى ابن مريم عن طريق أمه هو بصريح القرآن أنه ابن لنوح. نعم. ابن لنوح. والحسن والحسين ليس هناك فاصلة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله إلا فاطمة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أحسنت. وأنت تقول ليس بابني رسول الله. أحسنت. أحسنت. قال ويحك ما ظننتك أنك تأتيني بهكذا آية. الله. اذهب وانطى 10,000 درهم هم هدية. سبحان الله. اطلقوا صراحة، طلقوا صراحة، فهذني 10,000 درهم ظل يوزعهن على الفقراء وهو طالع من السجن. يقولهم هذا من كرم الحسن والحسين. الله 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 سلام الله عليه. فإذا الحسن سلام الله عليه كله فضائل. الحسن صلوات الله وسلامه عليه عندما ولد جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى دار علي وفاطمة وهو
يعمه الفرح والسرور بهذه الولادة الميمونة. قال: يا علي، هل سميته؟ قال: يا رسول الله، ما كنت لأسبقك بتسميته. يعني شلون أنت أبوه قبل لا أنا أصير أبوه؟ حسنت، يعني حياء منك. أنا قال: وما كنت أن أسبق الله عز وجل بتسميته. الله. فهبط عليه جبرائيل عليه السلام فقال: يا رسول الله، سمه كاسم ابن هارون، لأن علي منك بمنزلة هارون من موسى. من موسى. حسنتم. يعني الذرية كانت من نسل إبراهيم، النبوة عفوا من نسل هارون وليس من نسل موسى. نعم، النبوة. فذرية هارون ثلاثة كان عنده أولاد: شبر وشبير ومشبر، الحسن والحسين والمحسن. حسنتم. على أسماء أولاد هارون، سمى أولاد فاطمة وعلي على أسماء. فقال له: وما اسم ابن هارون؟ قال: شبر. قال: هذا اسم عبري وأنا عربي. قال: الترجمة ما تصير حسن. الحسن. فسماه الحسن. حسنت. فواقعا كان اسم على مسمى، ما شاء الله، فهو حسن في كل شيء. سلام الله عليه، كريم أهل البيت، سلام الله عليه. بعلمه، بعبادته، بأخلاقه، بكل شيء، وأينما تمد يدك فهو بحر متلاطم. ما شاء الله، ما شاء الله، من الكرم والسخاء والعطاء، كأمه وأبيه وجده. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله فيكم. تلقائيا سماحة السيد، القسم الأول من البرنامج صار للإمام الحسن عليه السلام، الحمد لله، بدون أن ننسق مع سماحتكم. الله، نطلع إلى فاصل إن شاء الله ونباشر أسئلتنا الفقهية. والله يبارك بكم سيدنا. أحبائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى. حياكم الله وبياكم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم وبرنامج توضيح المسائل وضيفنا الكريم سماحة السيد مناف الجزائري. حياكم الله سماحة السيد. الله يحفظكم. أحسنتم وأجدتم سماحة السيد بالحديث عن مولانا الكريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نرجع إلى المسائل الشرعية والأسئلة من الأخوة المؤمنين. هل يجوز وضع الزيوت والحنة على الشعر للصائم أو الصائمة؟ نعم، طبعا هذه الدهون والزيوت والحناء والأصباغ سواء كان للرجل أو المرأة، كما تفضلتم، للصائم أو الصائمة، في نهار شهر رمضان أو في ليل شهر رمضان لا يضر بالصيام أبدا. أحسنتم. وحتى المساحيق التي توضع على البشرة، المهم بأنه لا يدخل إلى جوف الصائم شيء من هذه المواد. جميل. فهذه الأصباغ وهذه المساحيق وهذه الدهون لا تضر بصيام الصائم أبدا. أحسنتم. لا أثر على أداء الصيام، يعني ما يبطل الصيام أبدا. بارك الله فيكم سماحة السيد. ننتقل إلى السؤال الثاني، هل يجوز للصائم أو هل يجوز عفوا الصيام المستحب مع وجود صيام واجب في ذمته؟ يعني واحد يريد يصوم صيام مستحب في شعبان فلنفرض، هو عليه صيام واجب ما صايمه. أحسنتم. طبعا بالنسبة للصيام، إذا كان في ذمة المكلف صيام واجب لا يجوز له أن يصوم صياما مستحبا. وأيضا الفقهاء يحتاطون في واجبات أخرى، يعني بذمته صيام من شهر رمضان الماضي. نعم. زين، كان في ذمته يعني عليه قضاء كم يوم من شهر رمضان الماضي، يقدر يصوم صيام مستحب؟ قطعا لا، لازم ينوي ما في ذمته من صيام. نعم. ما مضى من شهر رمضان.
وأيضا بالنسبة إلى صيام واجب آخر مثلا استئجار، نعم يريد ياخذ صيام استئجاري، هذا أيضا الفقهاء يستشكلون به. نعم، إذا كان عليه صيام واجب. إذا كان عليه صيام واجب. أما بالنسبة إلى الصلاة لا، الأمر يختلف. يختلف الحكم هنا. أحسنتم. بالنسبة للصلاة يختلف عن الصيام. الصيام إذا كان في ذمته صيام واجب لا يجوز له أن يصوم صياما مستحبا. أما بالنسبة للصلاة لا، إذا كان في ذمته صلاة واجبة هل يجوز له أن يصلي النوافل المستحبة؟ نعم يجوز. نعم الصلاة يجوز، أما في الصيام فلا. صلاة الاستئجار يا مولانا كذلك. نعم، ما دام عليه بذمته صلاة ما يقدر. إذا كانت المستحبة جائزة. أحسنتم. نعم. بارك الله فيكم سماحة السيد. أيضا هناك سؤال يقول هل يجوز الأخذ بقول الفلكي بثبوت الهلال؟ الفلكيين وما أدراك من الفلكيين، طبعا مثل ما نعرف سماحة السيد هواي أكو يتنبؤون أو حسب علمهم طبعا الفلكي يقولون أنه مثلا رمضان في كذا يوم. نعم. طبعا مشهور فقهائنا لا يعتبرون قول الفلكي حجة في إثبات نعم الهلال، ويعني ليس بحجة، قول الفلكي ليس بحجة، مو دليل على أنه يثبت الهلال. ولكن مثل سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله يقول إذا حصل من قول الفلكي الإطمئنان، حصل الإطمئنان بحيث أن الهلال يرى بالعين المجردة على أساس قول الفلكي، نعم يصير ذي الساعة نعتمد عليه. يجوز الاعتماد على قول الفلكي بهذا الشرط إذا حصل الإطمئنان برؤية الهلال بالعين المجردة. أحسنتم. يصير ذي الساعة حجة نقدر نعتمد عليه. بارك الله فيكم. مو حجة بذاته ولكن يجوز الاعتماد عليه من باب أنه يكون طريق إلى الوصول إلى رؤية الهلال. أحسنتم. إذا حصل الإطمئنان بذلك. أحسنتم. بارك الله فيكم. سماحة السيد أيضا هناك سؤال يقول هل الغسل للصائم مكروه؟ سؤال وجيه أيضا. دخول الحمام بالنسبة للصائم يعني يريد مثلا ينظف نفسه، يريد يريح نفسه، مستحب مستحب. لكن متى يكون مكروها؟ إذا صار دخول الحمام يعني الاغتسال بالحمام إذا صار يسبب ضعف للصائم هنا يصير مكروه. جميل. في هذه الحالة يكون مكروه الاستحمام إذا استوجب الضعف، ضعف البدن. أما إذا لا يزيد نشاط ويزيد حيوية نعم ونظافة ما في، بل هو مستحب. نعم. حتى التعطر بالنسبة للصائم زين أيضا ما في إشكال. لكن شم الرياحين، نعم شم الرياحين يعني نفس النبتة نفس الوردة يأخذها ويشمها هذا مكروه للصائم. جميل. أما التعطر بالعطور وما شاكل لا مستحب. أحسنتم سماحة السيد بارك الله فيكم. الفدية سماحة السيد وإخراج الفدية مثل ما نعرف أنه الكثير من إخواننا المؤمنين من المرضى اللي ما يقدرون يصومون هناك فدية يجب أن يدفعونها. الوقت المحدد بالتحديد لإخراج الفدية متى يكون سماحة السيد؟ طبعا الفدية كما يسميها القرآن وإحنا في عرفنا نسميها المود. نعم. المود يعني كيلو إلا ربع تقريبا 750 غرام من الطعام. هذا يمتى يصير إخراجه؟ للشخص اللي لا يستطيع لا طاقة له على الصيام، يعني إجا شهر رمضان الآن هو ما يقدر يصوم، ما يقدر يصوم لا طاقة له. ومثل ما ذكرنا في الحلقة السابقة عندنا ما يقارب 5 أشخاص ساقط عنهم يعني وجوب الصيام، الشيخ والشيخة وذي العطاش والمرأة الحامل واللي يضر بيها الصيام والمرأة المرضع اللي يضر بيها أو برضيعها الصيام والشخص المريض زين السادس. هؤلاء يخرجون فدية اللي هو مود
من الطعام. أخراج متى يكون؟ متى ما انقضى شهر رمضان. لأنه لازم يبين أنه ما مستطيعين على يخلص شهر رمضان، من بعد ما يخلص شهر رمضان يخرج الفدية. حسنتم. مو قبل لا يجي شهر رمضان. نعم. زين. شهر رمضان انقضى وهو ما يقدر يصوم، ما يقدر يصوم يقضي يعني من بعد شهر رمضان إلى شهر رمضان المقبل. إذا جاء شهر رمضان المقبل ولم يستطع الصيام ذي الساعة يخرج الفدية. جميل. يعني ما بين الشهرين، ما بين الرمضانين، قبل أن يأتي شهر رمضان المقبل هو ما يقدر يصوم، هناك يخرج تلك الفدية. حسنتم. إخراجها يكون واجب عند حلول شهر رمضان المقبل وهو لا طاقة له على الصيام. جميل جدا. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله فيكم. الفدية تحديدا سيدنا مثل ما نعرف أنها طعام، شنو التفصيل الفدية بس على السادة المشاهدين يعرفون، بارك الله فيكم. الكثير من الناس يجي يريد يعطي قيمة. نعم. قيمة الفدية إيش قد سعرها وينطي للفقير. لا، خصوصا سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله يؤكد على أنه إخراج طعام. نعم. إخراج الطعام. ف الطعام يكون من الطعام المتعارف عند الناس، غالبية الناس يأكلونه، اللي هو غالبا من الطحين. جميل. الطحين أو الخبز. زين، نفس الطحين يعطي مكان كل يوم كيلو إلا ربع طعام يخرج ويعطيه إلى الفقير. أحسنتم. فإذا نريد نحسب على الطحين مثلا أو على الحنطة مثلا أو على التمر، يكون طعام غالب الناس يختاتون من عنده، يأكلون من عنده، فهذا يكون كل الشهر يعني 30 يوم بالضبط يصير 22.5 كيلو. نعم. السيد يعطي أزيد من هذا المقدار جائز، أما أقل من هذا المقدار فلا يجوز. في مقابل كل يوم بالأقل كيلو إلا ربع طعام يعطيه إلى الفقير. هسه يجي واحد يقول يا أبا أنا مثلا ما أريد أنطي طعام، أريد أنطي مبلغ من المال، مبلغ من المال، إما أن يعطيه لشخص يطمئن 100% بأنه هذا الشخص يشتري بهذه الأموال، يعني هذا الشخص الفقير يشتري بهذه الأموال طعام لا شيء آخر، لا حوائج أخرى، طعام. نعم. فليفعل. أما إذا ما حصل عندها كذا أطمئنان يجب عليه أن يخرج طعام. نعم. أحسنتم سماحة السيد، بارك الله فيكم. سماحة السيد، بعض الصائمين الله يحفظهم تصير عندهم وعكة صحية في شهر رمضان المبارك. نعم. فيذهب إلى الطبيب، الطبيب مباشرة الله يحفظهم أطبائنا. نعم. يقول له أنت ليش صائم، روح أفطر. فشون يكون عند اليقين أنه كلام الدكتور صحيح؟ نعم. يروح يفطر أو ما يفطر؟ إذا أخبره الطبيب بأن الصيام مضر بصحتك. نعم. وطبعا كان الطبيب حاذق ومتخصص بهذا المجال، وكلام هذا الطبيب يوجب الإطمئنان، يوجب الإطمئنان. ويا حبذا أنه نذهب إلى أكثر من طبيب حتى يصير عنده إطمئنان أكثر. إذا كان كلامهم متفق عليه زين بأن الصيام يضر بصحته، مشهور فقهاءنا وعلى رأسهم آية الله العظمى السيد السيستاني الله يحفظه إن شاء الله، يقول إذا كان ولو احتمال بسيط بالضرر لا يجب عليه الصيام. نعم. بل لا يجوز له أن يصوم. أنا أريد أؤكد للمشاهد الكريم أنه أكو بعض الناس حتى بعضهم أكو كبار بالسن والصيام يضر لكن يقول أنا ما أقدر لازم أصوم. صحيح. هذا ما بي أجر وثواب صيامه إذا كان الصيام يضر بصحته. هو يأذي. مريض هو. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال صوموا تصحوا. أحسنتم.
وأن الصيام فيه صحة، وأن الصيام فيه منفعة بدنية، أما إذا كان ماكو منفعة ضرر هذا ما في أجر وثواب، أنت قاعد تخالف أمر المولى عز وجل. فعلا فمخالفة أمر المولى عز وجل هذا فيه إثم. فإذا واحد أن الصيام يضر بصحته لا يجوز له أن يصوم. أحسنت. ليس فقط لا يحصل على الثواب والأجر، بل أنه ممكن أنه يحصل على عقاب، لأنه خالف أمر المولى. أحسنت. فأرجو من الإخوة من المؤمنين أن يهتموا بصحتهم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. أحسنتم سماعة السيد. طيب الله أنفاسكم الله. وبارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير مرة ثانية الله. بولادة الإمام الحسن المجتبى سلامكم. شكرا جزيلا لكم الله. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، في هذه اللحظات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل. ألتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من خلال هذا الأثير المبارك وهذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.